تابعي معكم مشاهدينا لقاءاتنا بيوم جديد. ضيفنا التالي جورج فاضل، مسؤول شبيبة كاريتاس لبنان بالكورة. بدنا نحكي عن الأنشطة الكتيرة اللي عم بيقوموا فيها، وتحديدا منها الأنشطة الميلادية. لتعرفوا أكثر تابعونا. جورج صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا فيك. مشوار بعيد من الكورة لهون ولا ماشي الحال بالعجا؟ صباح جورج، بالكورة في عندكم هلا أنشطة كتيرة، تحديدا أنشطة الميلادية اللي بدنا نحكي عنها. أنتم على مدار السنة بتقوموا بنشاطات. رسالتنا وحدة هي أكيد مساعدة المحتاج، بس خصوصي هذا بزمن الميلاد. شبيبتنا ما قبلت إنه يكون في إنسان محتاج بيناتنا ونحن عم نعيد ونهتم بأكبر شجرة وبأحلام صغيرة. بالعكس، نحن حبينا إنه نكون كلنا نعطين هذا الميلاد، هذا الخلاص بمحبة كاملة وبفرح ذاتي وباكتفاء ذاتي. حلو، لأنه في أشخاص كتير فاقد الأمل بالحياة وناطرتها بخيبة أمل. لا ناطرة عندها سؤال، لا يا الله عم بيصير فيني هيك ولا يا الله عم بيصير فيني هيك. رسالتنا لا، أنه ولا إنسان يكون هيك، كلنا ناطرين الميلاد بفرح كامل. حلو، هالقد فكرتوا بكل الناس يعني حتى على الصعيد النفسي لحتى تخليهم يكونوا مبسوطين وفرحانين؟ نحن حدهم بحالة شغلة ممكن نساعدهم فيها، مهم هن يتساعدوا ويبطل في ولا إنسان بحاجة لنا. إن شاء الله يا رب نوصل لهيدي الفترة لهيدي الحالة، لأنه عم نشوف كيف مبني هلا كمان نحكي بسلبيات. ان شاء الله يا رب بنقول بصير الوضع احسن. شو محضرين تحديدا عندكم؟ هلا النشاطات الميلاديه مكثفينها كثير، مثل ما قلنا، من ترميم منازل، من توزيع حصص غذائيه للعيال فئه محتاجه، من عشاء مع عيال محتاجه، من ريسيتات بالكنايس وبالرعاية، من قريه بلشتوا فيهم ولا في وقت؟ صح، وحدين بلشنا فيهم ووحدين هلا عم نتابعهم. عندنا قريه ميلاديه بالكره بتبلش من 21 ل 26 شهر، بتتضمن اكيد على مدار الجمعه اكل والعاب والدخول مجاني والالعاب مجانيه. اكيد الولد هذا يمكن اهله مش قادرين ياخذوه ينبسط ويحس فرح ميلاد وجو الميلاد، نحن قادرين نامن له كل هيدا ببلاش لو هو مش قادر. وكل نهار بقرية ميلادية عندها شيء معين، مثلا أول يوم هو عرض سحر، ثاني يوم ريسيتال، ثالث يوم مسرحية إلى آخره. حلو هالقد، يعني فرحة العيد أنتم عم تعيشوها للكل. صح، صغار وكبار يعني العيلة، بس نحكي عن فيلاج دو نويل يعني الكل بده يكون مشارك ومبسوط. نحن في معنا صور، خلينا نشوفهم مع المشاهدين هيك ونتابع كمان بالحديث عن عجقة الميلاد يلي رح بتكون الله راد. هون شو خبرنا؟ شو عم نشوف هون؟ كنا عم نحضر لمسرحيه ميلاديه، عم نحضر الديكور للمسرح. اوكي، وانتم كم شاب وصبيه بكاريتاس يعني عم محمسين وعم بتحضروا، وفي كمان متطوعين من برا؟ المكتسبين المتطوعين اللي معهم بطاقه 700 شخص تقريبا بلبنان، ونحن بالكوره فوق 82 تقريبا شخص. عدد كبير يعني. صح، والكل هلا بحماس كثير كبير مشارك، بندفع كل المساعده. نعم، هيدي المسرحيه هون. صح، هيدي رح تنعرض بالقرية الميلادية بالكورة. هون التحضيرات. صح، لها كانت. صح، وانتم من يعني عناصر كاريتاس. نعم، عندكم مواهب تمثيلية عم تفجروها كثير. كلنا نستفيد من مواهبنا تنوصل اكيد الفرحة لقلوب العالم. حلو، هون القاعة يعني في قاعة بتساعد. خبرنا اكثر وين عم بيصير النشاط؟ يعني مثلا رعية هي عندها نشاط تعمله مش قادرة تمول حالها، نحن بنجي نعملها المسرحية وهي بتاخذ الدخولية، بنكون نحن ساعدناها وساعدنا الأولاد اللي عم يحضروا المسرحية. هون جورج التفاؤل كيف عم بيصير؟ وهيدا مش أول مرة عم تعملوا يعني أنشطة هيك حتى على طول على مدار السنة. أوكي، التفاؤل عم بيكون كثير كبير، لأنه هذا الولد يمكن أهله مش قادرين ياخذوه على مدار السنة تعيش وتيحضر. كثير بينبسط معنا وكثير بيتعايش معنا، لانه كثير نحن بنكون مدافعين من كل قلبنا، مش انه واجبنا انه جايين مفروض علينا واجبنا نعمله، لا بالعكس نحن حابين ونحن عم نعمله. عم تعشق يعني عندكم هيدي دعوه لكل الاشخاص ليقصدوا الكوره كمان. اكيد، ما هي الكوره المشهوره. نتمنى بحضور الجميع. نعم، من الله رعد ومن لكم عقبال كل سنه. كمان شو بتحب تضيف قبل ما نختم معك؟ بحب ضيف انه ولا انسان يكون عنده خيبه امل. هلا اهم زمن واحلى زمن هو زمن الميلاد. كل انسان بيلاقي حدا بحاجه له يساعده، لو كان ببسمه يمكن في يساعد شخص يساعده بس ما يقصر، ولو كان حدا من العائله من عندهم. ما ضروري تكون المساعده ماديه او اجتماعيه، يمكن بكلمه يمكن معنويا، المهم نساعده تا يبطل ولا انسان بحاجه.
يا رب بيناتنا. حلوه هيدي الرساله انه توصل وعن جد تتحقق. نحن دائما بنحكي ونك ما في احلى من الفرح هذا اللي بتحسيه بس تساعدي شخص انه انت تكوني سبب فرحته. من اي عمر يا جورج انتسبت لكاريتاس؟ يعني بنحكي عن شباب بعمر صغير وهالقد في عمر 13. اوف واو. يعني كل الاهل لازم يشجعوا اولادهم كمان. نحن كثير مهتم بفئه الشباب لانه هن كثير بيكونوا مندفعين اكثر عمل بيكون مندفع. هو بيقدر بياثر على اهله وعلى رفقاته المدرسه وعلى رفقاته وين ما كان. فمن خلال الشاب بناثر على كل المجتمع وتعطيك غير مختلف ما هيك عن باقي الشباب. بصير الشاب الكاريتاسي بيتميز بكثير اشياء يعني. خلاص هذا الشاب كاريتاسي بينعرف بلا بدلته انه هو كاريتاس. حلو. من حاكي ومتصرفاته ومن تصرفاته. ان شاء الله دائما هيك. ويا رب الله يحميكم دائما وتعطوا اكثر ما فيكم. ونحن كمان كلنا نتساعد اكيد كمان. الله يعطينا القوه تنضل عم نعطي يا رب. كل التوفيق. كيف الزيتونات عندكم؟ تمام. كثير منيح. اهلا وسهلا فيك من جديد جورج فاضل مسؤول شبيبه كاريتاس لبنان بالكوره. اهلا وسهلا. اهلا مشاهدينا رح ناخذ فاصل وبنرجع. مشاهدينا متابعين لقاءاتنا ونحكي اكثر عن انجازات لبنان بالام ام اي. بصرنا كثير نستضيف الكسندر شداد اللاعب بالام ام اي وعماد الحويك مدرب منتخب لبنان بهذا اللقاء. صباح الخير الكسندر واهلا وسهلا فيك. صباح الخير لك كمان عماد. انتم معنا اليوم لحتى نحكي عن انجازات اللي بتاخذ اللي عم بحققها لبنان. نعم. نحن كثير مبسوطين خصوصي بنعرف اهميه عن جد المارشال ارتس او الفنون القتاليه واهميه وتاثيرها اكيد على الاجيال وقديش مهم انه نكون عن جد عم نوجه اولادنا على الرياضه بشكل عام وعلى الفنون القتاليه بشكل خاص. هلا انا عندي نقطه ضعف على هذا الموضوع بس رح اترك لك الك المجال الكسندر خبرنا اكثر عن الام ام اي. اوكي. هلا هي الام ام اي ميكس مارشال ارتس. اوكي. هي مجمعة سبورتس المارشال ارتس اللي هن مويتاي جودو جوجيتسو بوكسينج مجموعين مع بعض. اورايت. لعبة جديدة كثير جديدة صارت 30 سنة عم تتطور كثير بالعالم. وهيك لعبنا برا لبنان وربحنا باسم لبنان و شو حلو عن جد. قلبنا بيكبر لما يكون لعبة حلوة. لعبة صعبة بس مثل ما قلتي انه السبور سبور حلو انه ام ام اي ومش ام ام اي شو ما كان يكون يعني كثير حلو سبور. فوالا. رح انتقل لعندك عماد تخبرنا اكثر عن الانجازات اللي عم تحققون خاصة نحن بنعرف اكيد بركي ببلد مثل لبنان للاسف عن جد يمكن بمجهود فردي منك من اشخاص معينين عم تتقدموا بس الدعم اللي لازم يكون عم يتقدم من الوزارات من الجهات المختصه دائما مفقود وبنزعل على هذا الشيء لانه عندنا كثير مواهب وطاقات يعني. مزبوط. الدعم ما بقى نحكي فيه ما بقى ابدا نحكي فيه صار كله مجهود فردي بس بنوفمبر من شهر راح منتخب لبنان على بطوله العالم بالبحرين ولاول مره بنعمل هالقد نتيجه كانت منيحه. صنفنا 13 من اصل 58 دوله. اليكس جاب سيلفر ميدل على الهيفي ويت لعب 3 فايتات كانوا بعقده وجبنا برونزيتين بلا دعم يعني واحدة. لو مع دعم بنجيب اكثر عرفت كيف؟ عم تشوف سوا هون صور اكيد من وحل حديث معكم كمان والانجازات والالعاب. وي يا عماد ايدي يا عماد تيك داون كثير حلوه بطولة اسيا. فيري نايس. هذا وقت الربح. بطولة اسيا. بطولة اسيا وقت الربح. هلا نحن وقت نسافر على البطولات بنلعب غير بغير فورما عم نلعب باماتور يعني مش برو بتحضري ست اشهر اربع اشهر لفايت واحد. نحن بنروح جمعة كل يوم تلعبي. إذا خسرت بتظهري إذا ربحتي بتكملي. أوف. كرمال هيك إنه الفورمات تبع البطولة أصعب. هيدا كان بنوفمبر آخر بطولة. كثير أصعب. فيري نايس. كثير حلوين الصور. كمان هودي كانوا سيمي فينال ضد أوكرانيا. فايت صعب كان. فيري نايس. بعدين مثل ما عملنا اللي كانوا عن جد دوماج وحرام ما يكون في هذا الدعم
ورانا انه هذا الشيء عن جد بزعلنا ومنشوف انه مش ناقصنا شيء الا مدرسه يعني. معينه من جهه معينه عن جد حرام، بس لازم بالفعل يكون شيء منظم اكثر تبع لنقابات فيها تنعطى. هذا البيت على الطاوله هلا، هذا الزلمه اندرسون سيلفا ليجند، ليجند باللعبه، ليجند برازيلي فيري نايس. المهم ايه شو حلو، بدنا نذكر كل المشاهدين يلي عم يتابعونا هلا، بعتقد يمكن الاهل اكثر عم بيحضروا، باي عمر فيهم الاطفال يبلشوا ياخذوا فنون قتاليه بشكل عام وام ام اي؟ انا بلشت كنت ولد كمان مش 4 سنين 5 سنين صح، يعني قبل كان كل واحد يبلش سبور معين يعني يبلش جودو مثلا او يبلش مواي تاي او هيك، هلا عم تصير اللعبه اكثر انه عمر صغير عمر 6 7 سنين يبلشوا من الاول ام ام اي، عم تتطور اللعبه بسرعه، فعم بكون هلا الجنريشن الجديده مجبوره تكون تعرف كل شيء من الاول، تاخذ فكره عامه عن كل شيء، خاصه انه بالام ام اي مثل ما كنتوا عم بتقولوا جامعين كل الفنون القتاليه. عم نشوف هون سوا السانتور الخاصه، فيري نايس يس، رح نشوف سوا مقتطف ومنتابع حديثنا معكم الكسندر وعيمه. هذا اي فايت؟ هذا مين عم بيلعب؟ انت؟ كارد دو فينال ضد مكسيك. اوكي لكن كارد دو فينال انا بلو وروج ضد المكسيك، وين كانت؟ كانت بالبحرين. بالبحرين؟ مية شي دقيقة اخذ الفايت. دقيقة؟ ايه اوه ماي جاد. ايه تتمرنوا هالقد كمان دقيقة؟ ما في مزح. ان شاء الله يكون جار والمخرج عم بيسمع قد ايه اخذك لتربح الفايت، لان كان نازل يحكيك قلت له بلاها. يا فيري نايس. واو شو حلو. يب. هلا سوري ايه؟ تفضل. اكيد 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 الاهالي اللي عم بيطلعوا هلا بالفيديو بينقذوا شوي على الضربات او مش على الضربات، انا في كثير عالم اجوا قالوا لي كيف فيك تضرب هيك؟ انه ما بيوجع، بس بدي اقول لهم انه بكير سبور في خطر، بكير سبور في انجوريز، وبكير سبور في قانون حتى بالفوتبول يعني 100% انه نحن عم نلعب هلا بقانون انه اذا بياكل ضربين ثلاثه الزلمه على وجهه بيوقفوا اللعبه، مش مثل مثلا عن جد مش مثل غير لعبه بعدين اصلا هذا معروف الفنون القتاليه من زمان لليوم، هي اكيد كمان للدفاع عن النفس، ونحن بايام اليوم عن جد بطل فينا ما نكون عندنا سلاح انه ندافع عن حالنا، يعني بالعكس الاهل لازم ينبسطوا اذا اولادهم صاروا يعرفوا كيف بنات وشباب يعملوا بنات وشباب بنات اكثر من شباب حتى، يعني في حركات عم تتعلمهم هلا بنتي انا ما في حدا تفلت من ما كنت انا اوكي سو بالكومبيتيشن ما حدا يعطي الهم يعني القوانين انعملوا كرمال يحموا اللعيب اول شيء قبل ما نشوفه مين ربح او مين خسر 100%. كمان شغله كثير مهمه نحكي فيها عن الفنون القتاليه كمان بشكل عام، قديش بيصير الواحد عنده كنترول على حاله اكثر وبيسيطر على حاله اكثر كثير كثير يعني. العالم بيشوفوها عن جد يعني السبور او نيفو اللي نحن عم نجرب نعمله مش مثل سبور انه كيف بدك تروحي كل يوم على الجيم مثلا، انه في ديديكيشن، في وقت بتحطيه بالجيم، في تعب، في عرفتي كيف ما بتوصلي بنهار يعني اوكي، يعني كيف بدي لك سبور شغله مثل غيره. انت بلش من عمر 4 5 سنين يعني انه العقلات شوي بلبنان صعبين على سبور اوكي، مثلا انا بعائلتي سوري انا بعائلتي انه ما تقبلوا دغري انا عم سبور، انه ايه انه فوت حكيم فوت انجينيور روح دروس روح عمر، هلا شوي شوي عم بيتغير وعم بيشوف انه لا انه عم بشتغل مثل غيري، عم بعمل ستريس مثل غيري، عم بوعى كل يوم الصبح مثل غيري، عم بيجي على شيء مأخر مثل غيري، انه شغل مثل غيره يعني، بس انه لا سبور 100%. عماد لكل الاهل يلي هلا عم بسمعهم شو بتقول لهم اكثر عن الام ام اي؟ عادي انه يفوتوا اولادهم فيها، انه ما في مشكله، بعدين الشخص اللي بيعمل ام ام اي او عم بيعمل حيلا شيء خاصه بالمارشال ارتس ما بقعد عنده شيء يثبته لقدام غيره، خاصة إذا صار معه شيء مشكلة بالحياة صح شغلته إنه يثبت لبعدين بالكومبيتيشن شيء لحاله، إنه عم يثبت شيء لإله يعني مش لحدا تاني.
ما بقعد على الطرقات مش ضروري توصلي بطولات على كسره 100% على اشاره مش حاطه على شيء على عرفتي انه ما بتعرفي شو بيصير يعني انا بدي اتشكر حضوركم كثير معنا الكسندر شداد لاعب الامامي وعماد الحوايك المدرب مدرب منتخب لبنان بالامامي يعطيكم الف عافيه مرسي مرسي على كل الافورت سلام بتحطوها لانه عن جد نحن بننبسط ونشوف شباب عم بجربوا يخلوا الاجيال القادمه كمان وهيدي نقطه كثير مهمه يكونوا عم بيعملوا اورينتاسيون او توجيه لهم نحو الرياضه بشكل عام والرياضه والفنون القتاليه بشكل خاص يلي عن جد صارت ضروره نكون عن جد مسلحين فيها بايامنا اليوم. اهلا وسهلا فيكم ومسجل فاصل مشاهدينا ومتابع خليكم معنا. صباح الخير متابعين لقاءاتنا واللقاء الاخير لليوم بيجمعنا معنا وائل صليبه اكيد الغنيه عن التعريف ضيفتنا العزيزه ام ريتا تتحكي اكثر عن جمعيه بيت ريتا يلي صارت كمان غنيه عن التعريف بها اللقاء الاخير. صباح الخير نوال واهلا وسهلا فيك. نوال انت معنا اليوم لحتى نحكي عن النشاطات العديده يلي دائما بتقوموا فيها وانا بعرف ان شغلكم ما بيوقف خلال كل ايام السنه بس خاصه كمان هلا على قرب الاعياد نشاطاتكم كترت اكيد مثل كل سنه. خبرينا اكثر عن بيت ريتا للاشخاص اللي بعد ما بيعرفوا عنا حتى نحكي اكثر عن تفاصيل النشاطات اللي قمتوا فيها. بيت ريتا صار معروف صار له 13 سنه من بعد ما غادرتنا ريتا. نشتغل شوي صار تعودنا نشتغل هلا بعد خبرتنا بسريه زياده واكثر شيء منزور ديورة الايتام فتره الاعياد وبكل فتره السنه يعني بنزرع الفرح بنعمل نهار عندهم بننبسط وبنضحك. صرنا هلا عم نتابع العيال تبعولهم يعني فتنا اكثر معهم وهذا الشيء اللي بخلينا عن جد نتامل خير دائما بلبنان بوجود جمعيات مثل جمعيتك نوال دائما بتسال. عرفنا مؤخرا كمان كنتوا بالمعايصره مع ابونا مجدي علاوي. نشاطاتنا هيدي الفتره كانت كثيره يعني ما نسينا حدا لاب مجدي علاوي عاده بنزوره بالسنه مره نحن زرناه مرتين بس صايرين عم نعمل جورني كامله عندهم يعني تحضير غدا بنتغدى سوا محاضره يعني من الصبح لنخلص الساعه 5. عملنا نشاط تاني كمان عند سيدنا المترامي ميشيل كاسارجي بالروضة كمان عنده مدرسة للصغار زرعنا الفرحة كتير كان لقاء كمان حلو مع محاضرة وقعدنا مع هالصغار الحلوين. كمان في عندي هلأ الختيارية عم نركز على الختيارية عم نتغدى نحن وياهن ومنزورهن. زرنا رفقة بيت رفقة يلي هو بجربتا كمان كان لقاء كتير كتير حلو قعدنا معهم وكتير حلو النشاط. في عنا العيال يلي هن العيال اللي هن صايرين عطول يعني لبيت ريتا يعني صاروا مامبر ببيت ريتا يعني عطول منزورهم بكل الأوقات كل شهر مرتين ومقسمة عنا 16 عائلة منزورون. وطبعا في اشياء مثلا في طبابي في حدا بده يفوت على الاوبيتال بتلاقينا واكيد اقساط الجامعية يلي متبنيين ثلاث صبايا وفي كتير اشياء يعني بس انا ما بقى عم حب كتير نحكي شو عم نعمل لانه صارت معروفة. بالبداية كنا عم نسلط الضوء على جمعية بيت ريتا لحتى تكون مسمع الجميع وتصير قريبة لكتير قلوب ومحبة. هلأ انطلقت وصارت معروفة أكتر صايرين شوي حابة إنه اشتغل بسرية أكتر. ما بعرف يعني الكلام
بتصير عن جد من لما نشوف ناس مثلك نوال عم بيسألوا عن الناس يلي عن جد بحاجة مين يوقف حدهم، عن ناس يمكن الحياة كانت قاسية عليهم رجع الله عوض لهم بقلب نوال الكبير وبالأشخاص الخيرين الكتار خلينا نقول يلي بيوقفوا حد بيت ريتا لحتى يقدروا هالمساعدات تكون عم توصل بالفعل للأشخاص اللي عن جد هن بحاجة لها. وأنا بعرف أنك ما بتفرقي بالمرة. أكيد أكيد صراحة لا ما بنفرق، لأنه عندها طابع خاص المحبة، ما إلا ما بدنا نستعملها تذكرة ونقول أنت طيفتك شو أنت عمين بتنتمي أو لا، بفضل المحبة محبة، والمحبة ما بدها علم ولا بدها شهادات. صح، المحبة بتطلع من القلب، ما فينا نزرعها بالشخص. شو النشاطات تنختم اللقاء معك نوال اللي ناطرتنا هلأ كمان مع بيت ريتا على أبواب عيد الميلاد ورأس السنة؟ هلأ في عندي نشاط ببرمينا لدير العزارية، هودي مواكبتهم أنا من 13 سنة، يعني من وقت ما افتتحت بيت ريتا وكبت هالأطفال يلي هن صغار وهلأ صاروا ب13 يعني كبروا. صراحة من بعد ما تصير عندك صلة مع هالصغار بتلاقي كبرت محبتهم وصاروا هن عم بيطالبوا فيك، مش أنت عم تحطيهم ببروغرامك الشهري، يعني هن بيطالبوا فيك إنه طانت نوال حتى بيقولوا لي طانت ريتا، لأنه بيت ريتا أخي الطابع لبنتي، فرح يسموني رح نغير اسمنا ونسمي ريتا، وأكيد مبسوطة أنا مش زعلانة. الله يخليك بهالقوة وبهالهمة ويكتر كل الناس اللي مثلك نوال عن جد، ويكتر الناس كمان اللي حواليك اللي بيدعموك لحتى يكون الصوت عم بيوصل والمساعدة عم توصل. كلمة أخيرة بتحب تقوليها لكل يلي عم تتابعونا؟ كلمة أخيرة بدي عيد الكل، بدي عيد أكيد عيدك وعيد لأو تي في دايما من وقت ما بلشنا، هي الوحيدة اللي كانت متبنية بيت ريتا هيدا وصداها وصل يمكن كله بفضلكم، وعيد الكل وبدي عيد الأولاد اللي بحبوا بيت ريتا والصبايا اللي بالجامعات كمان كبروا، وبدنا نشكر الكل وبدي عيد ريتا كمان لأنه الأو تي في بتوصل بتبعد بتبعد الصوت، بعيد ريتا وبقول لها ماما إن شاء الله تكوني أنت مبسوطة وراضية على شغل المام، وصار عمرك 13 سنة عند ربنا وعمر الطويل أكيد، ونحن عمر الطويل لنضل ماشيين بمسيرة المحبة والعطاء. شكرا كثير لك واهلا وسهلا فيك دائما نوال صليبا، ويعطيك الف عافيه. ميرسي. ان شاء الله يا رب كل الاعمال الخيره يلي عم تقومي فيها ترجع لك لك ولعائلتك بكل الصحه بكل السعاده وكل الحب يا رب. مشاهدينا فاصل قصير ما بنودعكم من برنامج يوم جديد، خليكم معنا. ميرسي.